حتى تفتكر الجزء بس بتاع علي جبر ده مع دراسه كارلوس كيروش في الايام اللي فاتت والماتشات اللي ممكن فاتت، هو مش هيفرق معاه حد يقول له طب انت كنت واخد محمود علاء وايمن اشرف ما في لا الثلاثه، بيفرقش مع الكلام ده. صح، والدليل انه لعب عمر جابر وكان عمر وكان كمان عبد الواحد اللي بيلعب معاه كاس اوفر وعمر افريقيا جاي من من صلاح، بعيد. صلاح سالم. ايوه من ايوه بعيد صح. يعني، فهم ما اعتقدش طيب انه هيحسبها عشان كده. بالمناسبه لدول، تفتكر ممكن يدي عمر كمال ولا عمر جابر؟ اصل ده بقى ما تضمنوش، فانت انا بفكر فيها. انا ممكن اصحى الصبح اقول لك لا عمر اللي يلعب الماتش ده عشان نفس وعشان 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 عمر كمال. عمر كمال لعب واحد. وفي ناس تقول لا طب عمر جابر كان كويس وعمل ماتش كويس و و و انت تفتكر مع انهي راي؟ يعني انا دي مش عارفها بامانه، فانت هتقول لي لا ده قول لي ليه؟ الاول تميل ليه وهقول لحضرتك رايي. انا اميل لمين؟ لعمر كمال لعب واحد. لو عمر كمال طبعا برجله واسع، لياقته البدنيه هتسعفه يلعب 180، بالذات عمر كمال لعب واحد بيلعب 180 دقيقه هناك، الجو مع الجمهور مع الضغط، مع ان لسه مخلص عمر جابر ما كانش بيلعب كتير، فان عشان يستشفى بعد 3 4 ايام من المباراه تقيله عملها، انت شفت ان جاله شد في الاخر. انا كنت فاكر ان الكروش هيغيره في اخر ثلث ساعه وينزل عمر، فهو فانا بقول لك انا بميل لعمر كمال عبد الواحد وانا بميل لعمر جابر لو والله، جاهز بدنيا، لو جاهز بدنيا لو جاهز بدنيا يلعب. ليه؟ عمر كمان عمر جابر عنده حاجتين حلوين جدا. اول حاجه ان هو فعلا ظهير ايمن، ما بيترقصش بسهوله. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه بقى، ودي نقطه مهمه جدا هجوميه، الهجوم، الحته بتاعت اللي عملها محمد صلاح. انا اول مره من زمان اشوف محمد صلاح عارف منسجم يطلع، مع حد. عارف يطلع ظهير ايمن، وظهير ايمن بيطلع له صح. يعني دايما كان الظهير الايمن يدي كوره محمد صلاح ويقف يستناه. عارف ليه؟ عشان عمر جابر لعيب كوره ولعب مع محمد صلاح. ده لاعب من 13 سنه، لاعب من في منتخب الشباب المنتخب الاثنين مع بعض، الناشئين. فلا منسجمين. انا في دي عندك حق، انا بحس ان ساعات اي باك رايت يعني امام عاشور لما لعبها ما كانش منسجم، عمر كمال لعب واحد بحس ان هو في ظهر صلاح فبيقفل له الليله شويه، عمر بيعرف يفتح لصلاح ويخش له. ولكن البدني والفريش يقدر يديك وقت اطول ويقدر يدافع عمر كمال لعب واحد. اصل انا عارف لعيب الكوره لما يبقى بعيد ويلعب ماتش تقيل قوي، شد عصبي واجهاد وجري ولعب جامد، يجي بعد يومين ثلاثه عشان يلعب ماتش تاني بتبقى مشكله، بالذات لو واحد بعيد عن الماتشات. انما واحد رجليه في الماتشات ما تفرقش. يعني انا ما اخافش على فتحي، حمدي فتحي ولا النني ولا سلاي، حتى لو لاعبين ليه رجليهم في الملعب، تريزيجيه هكذا صلاح. انما عمر عشان كان بقاله فتره، ولو ان انا شفت برضه ما هو ياسر ابراهيم، بس ياسر رجليه في الاهلي كان بياخد يعني طبعا. بس برضه يا كابتن هي الحته دي، هي ده. وانا بقول لك ان ممكن فيها لعبه، انما الثلاثه الستاره دول موجودين.